بخليهم يفرحون فرحة اللي ما قد فرحها أحد. يا هلا سلام يا سلام تميم يا هلا هلا تميم حر حر صلخ الدنيا صلخ ما تلطم ليش كذا وش فيكم شلونك ابوي الله يسعدك بم نور على البقاله هو بقاله بقاله صراحه اي الوضع سليم والمبيعات كلها تمام التمام وجبنا لك مصدر رزق هي مصدر رزق بس جبتوا لي دراهم ايه اهم شيء الدراهم لا اصبر اصبر تعال وانا ابوك وين الاصغر هذولي اخوانك باعوا في البقاله ما شاء الله عليهم شوف ابوي شوف بالله تركي هذا وجه تاجر ابوي قاعد يسيع قصدي قاعد ها وش هو ما ادري واحد ايه واحد بس شرب بس سجله بالدفتر قال سجلوا ورني بس كم بعتوا انتم هذا انا ما بعت شيء تميم هو اللي باع سب انت الكبير تدبر وتعبر انت تو ريال تميم باع انا ما بعت يا اخي وش فيهم ذولا انتم اول مره تروحون البقاله تداومون انت وش بايع انت بايع صابون تايد واحد جايب لي كم 23 ريال لا والله 28 ريال هذه انا
هذه عبارة عن صابون تايد واثنين صامولي، وش بايعين انتم؟ الباقي هذه حطيتها في صندوق الأمانة هذه. أشوف بس ليه؟ زارفها قال احنا بنودي لهذا الجمعية يا أبو سعد اللي تكفل الأيتام. الحين عيالك وش فيهم كلهم مرتبكين اليوم؟ ما أدري وش فيهم، اجلس ولا عشان بروح أحج؟ أخوي أنا ما سلمت عليك المعذرة. إلا مسلم إلا ما سلم. كيف حالك؟ سام هذه فلوس البقالة اليوم بعت أنا في البقالة. هذا بيعن حليل ها؟ كويس. جبنا فلوس ترى اتوقع عشاني بحج يا ابو سعد. طيب اتوقع عشاني بحج تبكوا عيالك و صح. المفروض الحين مرحله الريلاكس يسترخون. بسم الله عليك، والله جتك النفاضه يا سعيدان. بسم الله عليك يا عيال، يا عيال اختي ترى كلها خمس ايام ست ايام اسبوع وانا جاي ان شاء الله ماني مطول. ايش فيكم تركي؟ تركي امسك يا ابوي عد. يلا عد 1 2 3 وانا 5 10 15 135 135 دقيقه بالله انا شلون بصرف على اسره كامله عباره عن ام سعد والخال وانت وتميم وتركي؟ جايب لي 28 ريال، شو أصرف لكم؟ أكوي هدومكم؟ أعطيته 50 مرضى يسكت، قاعد يبكي، قصدي من هو اللي قاعد يبكي؟ أنا 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 الله أنا قاعد تصيح. أيوة وما رضيت بالخمسين. صح ما رضى يسكت بالخمسين، قاعد يمسك عينه يبكي. ترى اليوم أنا قايل لعلها اليوم انطلاقتكم، مسوي لكم تجربة حلوة أنكم تبيعون في الدكان. جايبين لي إلى الحين ما شفت شيء أنا. وص ذا ولا توصيه؟ سعد. أيوة. أنت متأكد؟ فيهم مشكلة صح تركي؟ ما واضح ان فيهم مشكله. انا متاكد يا ابو سعد ان كل هذا علشان الشاهي، تراهم اليوم ما شربوا شاهي. صح والله ما اظن الموضوع له علاقه بالشاهي، حتى لا على الفطور هم افطروا حتى ما شربوا شاهي اليوم. فاليوم ان شاء الله الحين بعوضكم بالشاهي حقي ان شاء الله. كل الربكه تروح من عندي. ترى الشاهي يا ابو محمد مزاج مو برضعه، لازم الواحد يشربه كل يوم وكل 10 ايام وكل الصغير وكل هو كذا روقان كذا. اوه انا ما سلمت على اخوي تركي. تركي سلم على سعيد. تعال سلم. هلا مرحبا، كيف حالك؟ طيب شلونك؟ شو على مصعد رقبته يا حوالك؟ خلاص خلاص دور تميم حلا هو المحب صار المحب. يلا تعال سلم على الجيران، قول كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ شلونكم؟ اسنانكم طيبين؟ لا تنسون اليوم مسابقة. لا تنسون مسابقة الأسبوع. الأسبوع أفضل آيس كريم. أشهدوا 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 أن لا إله إلا الله. إلا الله لا حول ولا قوة. وأشهدوا ولدي خليته واحد من خارج. تعال تعال أفضل آيس كريم قل. أفضل أفضل آيس كريم. لا إله إلا الله. جواك دق. اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. والله إني ما سويت شيء يا أبو سعد. أنت اصبر اصبر اصبر. هنا هنا وانا ابو هلا. اي ابو سعد هلا. ايش لحظه لحظه اول شيء قصر صوتك عشان افهم الموضوع مو بتقعد عين ولد. ايش وش ولد؟ ولد كنت لا ثلاثه انا عارف كنت جارنا ابو احمد بس وش الموضوع لحظه عشان افهم شوي شوي. ترى كنت ترغي وتزبد انا ما عاد اركز معك. عطني العلم الان حبه حبه وش الموضوع. ولدك شرى من البقالة وعينها انفقعت. ايش؟ طيب وش البقالة ما تبيع له صابون وقشطة؟ صح شلون تنفقع؟ كلامك صح ابوي، دخل صابون بعينه. كلامك صح. عيالي بايعين طراطيع. لحظة لحظة، انتم بايعين العاب نارية؟ شام؟ بايعين العاب نارية؟ شام؟ تميم. ها؟ تميم باع. يا ابو احمد طمني. لا 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 اصبر يا رجال تعوض الشر. يا رجال تعوذ الشيطان لا تشتكي ناقصين شكاوى. اركض يا ابو احمد الله احنا جيران. لا يا ابوي اشتكي دق على الشرطه تجي تاخذني يا ابوي. لا ارحم والديك. اصبر لا افقش جبهتك اصبر خل اكلم الرجال. يا ابو احمد تعوذ الشيطان خليني ابجي اتطمن على وضعكم انت والولد ان شاء الله اموركم زينه. انا اللي بجيك انا اللي بجيك لا تحرى انا اجيك انا اجيك. ايش دعوه؟ دقيقه بس ثواني بيتكم عاد من بعده قريب. ابشر حسبي الله. ابوي تكفى ما تدق على الشرطه تكفى. ابوي انتم بايعين طعام والعاب ناريه. لو سمحت تكفى يا ابوي. لو سمحت ابوي تكفى. لو سمحت تخيل 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 دقيت على الشرطه تجي تاخذني وبعدين ما يصير عندك ولد اسمه سعد. تكفى يا ابوي. بعدين بعدين سعد انت تميم اقعد ولا اعطيك بوكس. بعدين يصير اسمك ابو فراغ من يملا ابو فراغ. اجلس يا ابو اجلس اجلس يا سعيده.
خلينا راح اطمن عليهم الحين انتم لاعبين وش خليكم تبيعون العاب ناريه صاحين انتم يا ابوي نبغى ندخل زياده للبقاله ال 28 ذيك انا ماني فاضي الحين خلنا اشوف اجلس اجلس لا تروح معي ولا شيء خلينا نطمن على الوضع واجيكم لا حول ولا قوه تكفى يا خالي تكفى 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 الله يرحم والديك اسمع انتم اللي